السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة ديالي لي ديليستو ياسمين. نتمنى الفيديوهات ديالي يكونوا ينالوا الإعجاب ديالكم، وإذا كان كيعجبكم خليو لي لايك وتابوناو باش يوصلكم كل جديد. ولي ما شاء الله غادي نوجدوا واحد لاكلاص ساهلة بمكونات بسيطة، ثلاثة ديال المكونات وكتجي رائعة بحال اللي كتشرى. نتمنى إن شاء الله تعجبكم وتبعوا معايا الفيديو باش تشوفوا الطريقه نتاع التحضير. اذا على بركه الله غادي نبداو مع المقادير. هنايا عندي كريمه سائله 30%، خديت 20 سنتيلتر. عندي 100 غرام تاع شوكولاته نوتيلا، تقدروا تستعملوا شوكولاته كحل ولا شوكولاته بالحليب 100 غرام. عندي 100 غرام تاع الحليب المحلى لي كونسونطري. اذا على بركه الله غادي نبدا. اول حاجه غادي نطلعوا الكريمه ديال انا هنايا درت هاد البرفاش غادي نطلعه وهاد الدراب درتهم في الكونجيلاتور واحد 20 دقيقه باش يكونوا باردين مزيان، والكريمه ديالي حتى هي خصها تكون بارده مزيان. غادي نكب الكريمه هنايا لداخل. غادي نديرو نطلعوها. صافي كما كتشوفوا معايا هنايا، من بعد ما كيولي الخليط ديالنا على هذا الشكل غادي نحبسو عليه وغادي نحيدوه وندوزو نضيفو عليه المكونات الاخرى. صافي كما شفتوا معايا قلت لكم الكريمه ديالنا هي طلعت مزيان، غادي نضيفو عليها الشوكولات والحليب. نضيفو الحليب هو الاول، والشوكولات كما قلت لكم تقدروا ديروا الشوكولات العادي الكحل ولا الشوكولات بالحليب. وفي هذه المرحله تذوبوه عاد تزيدوه، ذوبوه في الميكرووند ولا في حمام مريم وتزيدوه على الخليط. صافي وكنخلطوا هاد المكونات مع بعضهم. صافي كيعطينا واحد الخليط بحال هكا، واخا يجيكم جاري ما تخافوش راه هكا كيكون في الاول، ومن كيجمد راه كيشد راسو كيولي لي شانغلاص. دابا غادي ناخذ شي حاجه فاش غادي نديروه باش نجمدوه، واحد سوبيره هكا وغادي نكبوه فيها. صافي كنقدوه على هذا الشكل هذا. صافي بحال هكا تيجي. ودابا غادي نغطيوه مزيان، نغطيوه نلصقوا عليه السيلوفان بحال هكا، وغادي نديروه في المجمد لمده واحد 6 سوايع. شحال ما خليتوه في المجمد غادي يجيكم مزيان، وعاد نفوتو باش نشوفو كي كيجي ان شاء الله. اذا متتبعيه كما كتشوفوا معايا هنايا الكلاص ديالنا هي جمدات، انا خليتها باتت. من الاحسن تخليوها تبات ولا على الاقل 6 سوايع باش تقصح لكم مزيان وما تذوبلكمش دغيا. صافي انا هنايا غادي نكون واحد الكويرات. شوف معايا كي كيجي، كيجي لاكلاص رائع، كيجي شاد راسو بحال نتاع المحلات بلا جيلاتين بلا والو. نتمنى ان شاء الله تجربوه ما غاديش ندموا لانه ساهل بزاف. ولا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليا بلايك وتابونا باش يوصلكم كل جديد، وبصحه والراحه نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.